أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستبير وتالف في المملكة العربية السعودية ناصر الغربي وطارق النفر ومضيفة حلقة الليلة. اليوم الهلال افتتح الفرع المتجر الهلالي في جدة، مراسلنا تواجد هناك وكان في هذه التغطية. مبروك متجر الهلال في جدة، المنطقة الغربية، المناطق الحيوية والمهمة بالنسبة لجماهير الهلال. الله يبارك فيك، واحنا سعداء فعلا بتواجدنا في متجر نادي الهلال في مدينة جدة اللي هي عزيز علينا، وكثير من جماهيرنا كانوا يطالبوننا بتواجد مثل هذا المتجر في مدينة جدة، والحمد لله نتحقق لهم هذا الشيء، ونبغى ان شاء الله نشوفهم دائما متواجدين هنا متفاعلين. جماهير متواجدة ما شاء الله في الافتتاح، يعني خارج الافتتاح ما شاء الله قفلوا طريق الملك، ما شاء الله طريق الملك كبير ما شاء الله. الحمد لله، وهذا يدل على انه جماهيرية نادي الهلال ليست في مدينة واحدة، انما جميع مدن المملكة هي موطن لجماهير نادي الهلال الحمد لله. العقد وفكرة العقد مثل متجر الرياض بالتحديد، يعني والعقود امتداد للمتاجر ثلاثة، هذا المتجر الثالث، متجر الرياض، متجر الدمام، متجر جدة، وهي امتداد سلسلة من المشاريع المشتركة بيننا وبين الموبايلي. هذا المتجر يعتبر هدية من الهلال وموبايلي لجماهير الهلال الكبيرة. طيب ايش القادم لجماهير الهلال بعد انتم تقدمونه كنادي الهلال والشركة الاستراتيجية؟ بالإضافة للمتجر هذا في بطاقة العضوية اللي اطلقت قبل فترة بسيطة، بطاقة العضوية بتصنيفاتها الثلاثة، ولكل نوع من البطاقة لها مميزات، والمميزات اللي يحصل عليها المشترك أكثر من أنها بطاقة يقتنيها، وإن كان كل مشجع هلالي يفتخر باقتنائه وانضمامه لعضوية نادي الهلال، لكن لها مميزات كثيرة تختلف من نوع من أنواع العضوية، بما فيها الحصول على تذاكر المنصة دخول المباريات، بما فيها الحصول على رقم مميز أو الحصول على أو مميزات كثيرة أخرى تختلف من بطاقة إلى بطاقة. ما بين الهلال وموبايلي نفس النظام يعني؟ نفس النظام، ما بين الهلال وموبايلي مردودها يعود لنادي الهلال بشيء كبير إن شاء الله. كان المفروض أن يفتتح بداية السنة صراحة في شهر واحد ميلادي هو الخبر، بس طبعا التصاميم ما تصميم لنا كلها جاي من خارج المملكة والمنتجات كلها خارج المملكة، فصارت إشكالية طبعا لوجستية، فالحمد لله تغلبنا عليها واليوم نفتتح جدة، وإن شاء الله الباقي في الطريق بإذن الله السنة دي إن شاء الله. ما بعد جدة إيش فيه؟ والله شوف، حسب الخطة الموضوعة إحنا نفكر في القصيم، والقصيم كان من ضمن الأولويات بحكم أنه الجماهيرية هنا في القصيم من أعلى الجماهيريات طبعا في بعد الرياض والشرقية، ولكن جدة أيضا فيها كثافة سكانية ممتازة، ونسبة الهلال قد تكون أقل من القصيم في الغربية، ولكن لا زال في جماهير كثيرة هلالية في الغربية، فهذه هدية متواضعة وإن شاء الله انطلاقة استثمار للهلال في المستقبل إن شاء الله. جمهور كثير ما شاء الله برا. نعم ما شاء الله، أنا تفاجأت صراحة، أنا الشرقية لما أتفاجأ، بس في الغربية ما شاء الله يعني كمية كبيرة جدا، ما يعني أتأخرت حتى عن الحضور هنا بسبب ازدحام السيارات، فالحمد لله الهلال دائما يثبت أنه هو العملة الصعبة، هو رقم واحد طبعا. طبعا ذكرت تغطيتنا لافتتاح متجر الهلال في جدة.